تعمل ثلاث طالبات من جامعة النجاح الوطنية ومن خلال مساق دراسي على مساعدة أصحاب مواهب ومشاريع بالترويج لهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتطوير مواهبهم ومشاريعهم ووصولها إلى الجمهور. والطالبات الثلاث هديل بدأنا ومن خلال مساق الإعلام الاجتماعي بالترويج للرياضي محمد عسكري الذي يستخدم دراجته الهوائية لكسب الرزق بتوصيل الحاجيات من مكان لآخر في مدينة طول كرم. أمون الشيخ والتفاصيل. الرياضي محمد العسكري يجول شوارع طول كرم في سباق غير عادي، فهو عامل التوصيل الوحيد على دراجة هوائية ويعمل على توصيل الحاجيات من مكان إلى آخر في المدينة. محمد وبعد شهرته بطول كرم يطمح إلى تطوير مصدر رزقه هذا وجعله وكالة للتوصيل تضم رياضيين آخرين. فكرت أنه أستفيد من هذه الهوائية لأني أنا برضو متسابق، جبت الأول على الضفة في سباق الدراجة الهوائية. تقريبا نفس حكاية مكتب التاكسي، بطلبوا غرض معين وأنا بجيب لهم إياه مباشرة، بس أسرع من التاكسي ببقى في الخدمة. صار لي 4 سنين تقريبا بشتغل في هالشغلة، بس ما كانت الشهرة موجودة في طول كرم. محمد والذي يلقب بدليفري طول كرم وصلنا إليه من موقع فيسبوك، حيث تعمل ثلاث طالبات من جامعة النجاح الوطنية على الترويج له ولعمله عبر مبادرة مجتمعية لمساعدة أصحاب المواهب والمشاريع في الوصول إلى الجمهور، هي متطلب في إطار مساق يدرسنه. شفت خبر عن محمد عسكري أنه هو أول دليفري في الوطن، فحكيت أنه ممكن أسلط الضوء عليه لحتى أنه أكبر نطاق ممكن من مدينة طول كرم، ممكن على مستوى غير طول كرم أنهم يعرفوا فيه. ومن هون إجت الفكرة وبلشنا نشتغل على هذا الأساس. كان متشجع كتير لأنه في حدا متبني فكرته، خاصة أنه هو بده يخلق فرصة عمل من موهبته اللي هو متبني. طلبة مساق الإعلام الاجتماعي ومن مسؤولية اجتماعية لديهم، سيعملون خلال المساق وبعده على مساعدة مشاريع أخرى. مش راح يقتصر مشروعنا على محمد عسكري بإذن الله تعالى، راح نعمل فريق بعنوان معا لتحقيق أحلامكم، راح نتبنى مواهب أخرى، راح نعمل حملات جديدة، راح نتميز ونبدع إن شاء الله، وراح يكون إن شاء الله فرصة كتير كبيرة إنه نظهر للعالم والكل يعرف عنه. مدرس المساق يعمل على تعزيز أسلوب تدريسي مختلف بعيدا عن التلقين والمواد النظرية. التحديات اللي بتواجه هدول الطلاب إنها بطلت هاي العملية بتتطلب من الطالب إنه هو قاعد يستقبل معلومة، لا، هو بده يكون مشارك وفعال في بناء المعرفة تبعته. فمن جزء من أساسي من كمان أهدافنا في التعلم المجتمعي إنه مسؤولية التعلم عند الطالب لازم تكون تزيد. تعمل هبة، بشرى وحنين وغيرهن من الطلبة والطالبات في هذا المساق على إنجاز المشاريع المجتمعية أو المساعدة في تطوير أخرى، في خطوة يتجاوز فيها الطلبة حدود الجامعة ويبدأون في التأثير مجتمعيا حتى قبل تخرجهم. أمون الشيخ، فلسطين اليوم، من مدينة نابلس، فلسطين المحتلة. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من نابلس ماهر عرفات، مدرس في قسم الهندسة في جامعة النجاح والمشرف على المبادرة. صباح الخير أستاذ ماهر. أستاذ ماهر صباح الخير. صباح النور. يعني بداية، ما أهمية هذه المبادرة ولماذا اخترتم تحديدا فكرة الترويج للمواهب والمشاريع الجامعية؟ الحقيقة أول شيء بدي أشكركم على البرنامج الحلو اللطيف في صباح فلسطين الجميل، خصوصي من نابلس نرسلكم أحلى تحياتنا. الفكرة هي بداية بدت من سنتين، وكانت بالحقيقة مبادرة من دولة رئيس الوزراء الحالي لما كان رئيس الجامعة، وكان فكرته أنه لازم يكون في لنا دور في بناء المجتمع،
وبدأنا نحكي في أسلوب تدريس جديد اسمه أو متعارف عليه بالعالم اللي هو التعلم المجتمعي، أو إحنا نربط التعلم في البيئة المجتمعية. والجامعة عشان تحقق هذا الإشي شكلت وعملت مركز متميز اسمه المركز المتميز للتميز في التعلم والتعليم. نعم. وإحنا مجموعة من الزملاء أنا في الجامعة نستخدم هاي الأساليب واستراتيجيات التعلم الجديدة، ومن ضمنها التعلم المجتمعي، على أساس نحاول نربط الطالب في إطار عملي، مش بس يضل في إطار نظري، ويطبق المعرفة تبعته في مشاريع بتفيد البيئة اللي هو بعيش فيها، ويكون نحقق شراكة هيك بين الطالب والأستاذ والشريك المجتمعي اللي ممكن تكون جمعية أو شركة. والحقيقة هدول الصبايا الثلاثة لما اختاروا غير عن كل الطلاب إنهم يروجوا لشخص اللي هو محمد العسكري، كانت مبادرتهم كتير كتير حلوة، وهذا دليل قديش إنه إحنا إذا بنفتح البواب لطلابنا عشان يبدعوا بالتأكيد راح يبدعوا. نعم أستاذ ماهر، يعني اختيار هذه المبادرة بشخص محمد عسكري الذي يقوم بتوصيل حاجيات المواطنين عبر الدراجة الهوائية هي اللافتة اليوم، وهي محط موضوع، وهي يعني المبادرة من الطرفين، من الطلاب الذين يعني حاولوا مساعدة محمد، وأيضا من مبادرة محمد الذي يسعى إلى تحصيل قوته اليومي من خلال دراجة هوائية لها عدة يعني مفاعيل مبادرته، أيضا إن كان على مستوى المساهمة في تخفيف التلوث البيئي، وأيضا موضوع رياضي. إلى أي مدى يعني كان الاختيار محمد العسكري إيقاع مختلف عندكم كمشرفين على هذه المبادرة؟ زي ما حكيت لك أخ بسام، احنا بطبيعتنا بهيك مشاريع كنا دائما بنركز وبندفع طلابنا يروحوا يشوفوا مثلا مؤسسات مجتمعيه وجمعيات خيريه في البلد، وزي مجالس قرويه وجمعيات تعنى بالطفل بالاسره. بس الصبايا هم بحد ذاتهم لقوا الفكره، يعني هم اللي قالوا بدنا نشوف نعمل لمحمد عسكري، وكانت هاي مبادرتهم احنا يعني كتير حلوة وكتير لطيفة، وانا بالتحديد يعني كتير شجعتهم وقلت لهم فعلا احنا بني ادم زي هيك بيحاول يبدع ويلاقي ويخلق فرصة عمل من المهارات اللي عنده. اظن احنا هدول الناس الرياديين ما بنقدر نوقف ضدهم ولا الا نقول لهم يتوكلوا على الله ويشتغلوا وندعمهم، ونحاول نعطيهم اي الاطار المعرفي اللي احنا بندرسه بالجامعه فعلا يطبقوه على مبادرات زي هيك مجتمعيه، وحتى لو كانت لفرد. واحنا بنشجع اي واحد عنده اي مبادره اي حلم، حتى لو كان فرد، احنا ممكن في هاي المبادره اللي اطلقوها هدول الثلاث صبايا هبه وحنين وبشرى، احنا كثيرين فخورين فيهم كصبايا من فلسطين ومن جامعة النجاح. نعم. يعني سيد عرفات، ما الذي تمكنوا يساندوا هاي المبادرة الإبداعية الخلاقة؟ نعم، ما الذي تمكنوا من تحقيقه على مستوى حالة محمد تحديدا؟ المساق اللي هم بدرسوا فيه اللي هو الإعلام الإلكتروني أو الإعلام المجتمعي، فالتعليم التقليدي اللي أنا بسميه صب وكوب اللي هو مركز على الإطار النظري فقط، إحنا قلنا بدنا نحاول ناخد هذا الإطار النظري على أرض الواقع ونطبقه عمليا. وزي ما الكل بعرف إنه التعليم الحقيقي، التعلم الحقيقي فقط يحدث عندما نطبق هاي المعرفة. نعم. اللي عملوه الصبايا هم جسدوا كل اللي ممكن ياخذوه في محاضرات في الصف في موضوع التواصل الاجتماعي والشبكات الإلكترونية أو التعلم الوسائل الحديثة السوشيال ميديا زي ما هي متعرف عليه، وطبقوها على أرض الواقع. أظن إن هلأ الخيارات قدامهم مفتوحة كيف يستخدموا كل هاي الأدوات عشان يلاقوا أي فكرة إبداعية ولا أي مبادرة ويدعموها من خلال
الوسائل الإلكترونية اللي كان ممكن إحنا ندرسها بس بإطار نظري جاف، وهلأ حطوها بإطار عملي كتير حلو ودم لطيف ومبدع وبخدم المجتمع. الفكرة كمان أخت هبال أخت هديل عفوا، إنه هدول الصبايا واللي بيشتغلوا في المشاريع المجتمعية انتمائهم لبيئتهم ومجتمعهم عماله بزيد، حبهم للبلد عماله بيكبر. أظن هاي كمان يمكن أهداف إحنا ما كنا حاسبين حسابها، إنه إحنا عمالنا منعزز الصمود. نعم، يعني أهداف عدة لهذه المبادرة أستاذ ماهر. هل من خلال هذه المبادرة، وهل هي مبادرة أولى يعني لأول مرة تقومون بمثل هذه المبادرات، وهل برأيك يعني نجحتم في ما تسعون إليه وما تهدفون إليه من خلال إطلاق هذه البرامج؟ يمكن أنا حظي الحلو إنه أنتوا جبتوني وعلى هالفضائية عشان أحكي عن مركز التميز للتعلم والتعليم تبع جامعة النجاح اللي بيحتضن كل هاي المبادرات والتعلم المجتمعي. إحنا هذا المركز بدأ بشهر آب 2013، وإحنا هلأ كمان السنة الماضية عملنا مؤتمر للتعلم المجتمعي، وأظن إحنا كمان بشهر 5 أو بشهر 6 راح يكون عندنا المؤتمر الثاني للتعلم المجتمعي. يعني إحنا هاي ما هياش مبادرة أو هبة أو فزعة، إنه في توجهنا في تطوير التعلم وأساليبه واستراتيجياته. أظن إحنا شوي شوي عمالنا بنبني قدراتنا ومهاراتنا، وعمالنا أنا بقدر أقول إنه إحنا بنقدر هلأ ننقل تجربتنا الناجحة بتواضع لأي حدا بيقدر بيطلب مساعدتنا، وننقل هاي التجربة تبعتنا لأي مدرس لأي جامعة في فلسطين وفي العالم العربي. نعم، هنا أود أن أسأل يعني كيف تقيمون حجم التفاعل إن كان على مستوى الطلبة الأساتذة مع ما تقومون به من مبادرات؟ فعلا أخت هديل أنت هلأ ضربت الوتر الحساس. هاي الطريقة في التعليم حقيقي هي بتتعب وفي لها تحديات. علي أنا كمدرس بدي أحاول أستخدم أساليب وطرق جديدة في التعليم والتعلم. التحديات على الطالب كتير هائلة، لأنه بطل هو مستقبل سلبي قاعد بس بالصف بتلقى كلمات ومحاضرة. هو بده يبلش يفكر، يحلل، يخطط، ينفذ كل إشي عماله بيعمله. هذا بتطلب منه جهد عملي على أرض الواقع برا غرفة الصف. نعم. إحنا كمان كمدرسين بتطلب منه هذا التحضير ومتابعة مع الشركاء المجتمعيين، وهذا بأخذ منه وقت كبير. كمان في دور شريكنا الأساسي اللي هو الشريك المجتمعي اللي إحنا بنتواصل معه، هذا كمان بتطلب منه يعني شوية صبر وتعاون وبنضلنا نتواصل معه. وحقيقة عمالي بقول إحنا لأنه يمكن هاي التجربة جديدة وحديثة، إحنا بالنسبة لنا تعلمنا كتير، وطلابنا عمالهم بتأقلموا مع هاي الطريقة اللي بدرس أول مرة، المرة الثانية بتكون أسهل. انطلاقا من شركائنا المجتمعيين يعني مستغربين يعني أنتوا أستاذ ماهر، يعني هل من خلال هذه التجربة ستحاولون ومع الجهات الرسمية لا سيما وزارة التعليم إلى يعني تعديل في المناهج التعليمية في فلسطين وتحويل التعليم من نظري إلى عملي؟ يا ريت إحنا إذا خضنا هاي التجربة وحققنا ومأسسناها ولقينا كل مكوناتها وأسس نجاحها، أكيد هاي التجربة ممكن تعمم وممكن إحنا نكون مثال يحتدى فيه حتى في مدارسنا وفي جامعاتنا وفي كل العالم العربي. نعم، يعني برأيك هل تواجهون أي صعوبات ربما في هذا أو في هذه الطريقة الحديثة؟ هل من دعم يقدم إليكم لتطوير هذه المبادرات وهذه الطريقة التعليمية الحديثة؟
زي ما أسلفت قبل شوي إنه فعلاً هاي الطريقة فيها تحدي كبير، بدنا نخرج عن المألوف، بدنا نشتغل بطريقة جديدة، بدنا نخطط، بدنا نتبع خططنا، بدنا نتواصل مع شركائنا في المجتمعيين اللي بنشتغل معهم، طلابنا لازم نفهمهم كيف يتعاملوا ويطوروا مهاراتهم. إحنا كجامعة، الجامعة موفرت دعم كامل لهذا، لأنه هذا التوجه خلص يعني ما في رجع عنه. أي واحد، أي زميل عندنا في الجامعة حابب يخوض هاي التجربة، الجامعة بتدعمه بكل الطرق. عادة في أسس نظرية كيف نطبق هذا المنهاج أو هاي الاستراتيجية. هذه الأسس إحنا تمكننا منها، ثبتناها، وهلأ صارت خلص إحنا بالنسبة لنا معتمدة، عارفين هالبلو برينت، هالخارطة الطريق كيف ممكن نمشي عليها من أول الفصل لنهايته مع شريكنا المجتمعي والطالب، والنجاح مضمون. الأستاذ في قسم الهندسة في جامعة النجاح الأستاذ ماهر عرفات، كنت معنا مباشرة من نابلس، شكرا جزيلا لك. اشتقنا لأريحة وموز النهر، لا طول كرم طيب عند الدهر، عدل يا عدل في نكهام وقلقيل لا زيت شردهم، ومن زيت لحن الدين لابورين. اشتقنا لبت صاحور رجالا، لا تطحنين القلب ميالا، وباصوا عشا ويقطع حالا، الشاجعي الشاطئ والبريش.